لحظة بس، هل شاي الماتشا فعلا يساعد على حرق الدهون أم الموضوع وهم وضحك على الدقون؟ مرحبتين بكم. قبل ما نبدو ياريت تحطوا لايك للفيديو وتشاركوه في السوشيال ميديا عشان الفيسبوك واليوتيوب يعرضوا لناس أكتر والناس أكتر تستفيد. وسعوا بالكم معي شوي لأن هنعطيكم زبدة الزبدة. شاي الماتشا هو عبارة عن شاي أخضر 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 حتى من أيامكم الحلوة الجاية، وطعمته مش حلوة جدا مقارنة بالشاي العادي، وانشهر المدة اللي فاتت بحكم أنه يساعد على عملية حرق الدهون ولا يحرق الدهون مباشرة، بل إنما يساعد. بحكم أنه في مجموعة كبيرة منكم تسأل فيها عن شاي الماتشا، حبيت نطلع أكثر عن الموضوع ونجيب لكم بحوث علمية. في البداية لقيت مقال يتكلم على الـ benefits of matcha tea أو فوائد شاي الماتشا. في المقال هذا لاحظت إنه صاير زي أوفرة أو بهرجة لهذا المنتج أو لشاي الماتشا الأخضر بشكل غير طبيعي. مكتوب في هذا المقال إنه في دراسة في 2018 أثبتت إنه شرب شاي الماتشا يساعد على حرق الدهون أو أكسدة الدهون أثناء النشاط الحركي during 30 minute brisk walk، يعني أثناء المشي لمدة 30 دقيقة. في نفس المقال يتكلموا على أن في دراسة سنة 2018 أجريت على مجموعة من الأشخاص، وأن هذه الأشخاص فعلا لاحظوا حرق للدهون أو مساعدة على حرق الدهون أثناء المشي لمدة 30 دقيقة. ولكن هنا الطامة، لاحظت أن المقال نفسه مكتوب في موقع يبيع شاي الماتشا، يعني شكارة العروس أمها. فحبيت أن نطلع أكثر عشانكم ونبحث عن البحث اللي مكتوب في المقال نفسه. وبعد الكثير من البحث في الانترنت الحمد لله لقيت لكم نفس البحث اللي يتكلموا عليه في المقال. البحث أجري فعلا سنة 2018. موضوع البحث: ماتشا green tea drinks enhance fat oxidation during brisk walking in females. يعني شاي الماتشا يساعد على أكسدة الدهون أثناء المشي الخفيف لدى النساء. في المقال السابق كان في مشاكل في طرحهم للبحث، بحيث ان البحث كان عام، يعني ما تكلموش عن المشاركين في البحث، هل كانوا نساء او رجال، كم اعمارهم، كم وزنهم، شن نوع النشاط الحركي اللي مارسوه، هل جميعهم مارسوا نفس النشاط الحركي او لا. يعني موضوع مبهم وفيه دعاية اكثر من ان فيه فائدة. في بداية البحث في الابستراكت يقول لك كاتيكين او الكافيين enhance exercise induced fat oxidation، يعني العنصر الكاتيكين او الكافيين يساهم في اكسدة الدهون. يعني الكاتيكين او الكافيين يساهم في عملية اكسدة الدهون اثناء النشاط الحركي. وحطوا 20 خط تحت كلمة اثناء النشاط الحركي. تم اجراء هذه الدراسة على 13 مرأة عمرهم يتراوح بين 20 إلى 30، وزنهم بين 55 إلى 70 تقريبا، الطول بين 160 إلى 170 سنتيمتر، وطبعا مارسوا المشي زي ما قلت لكم لمدة 30 دقيقة. هنا ركزوا معي لأن الموضوع مهم جدا. حضروا لهم مشروب يتكون من جرام واحد من الماتشا بريميوم جريد، يعني من نوع عالي الجودة من الماتشا، وأيضا نوع عادي من الشاي الأخضر برايتن يو كي، ما نعرفش النوعية هذه. واستعملوا الشاي مرتين، يوم قبل النشاط الحركي وأيضا ساعتين قبل النشاط الحركي. والمشي كان لمدة 30 دقيقة ومسافة 6 كيلومتر، والنتيجة كانت فعلا إيجابية. شاي الماتشا ساهم إلى حد ما في أكسدة الدهون أثناء النشاط الحركي لمدة 30 دقيقة، بينما لما كان المشي لمدة أقل من 30 دقيقة ما كانش في نتائج ملاحظة أو نتائج واضحة. ملخص الفيديو: أولا بدون حركة وبدون تنظيم أكل مش هتشوف نتائج مهما استعملت من حوارق دهون أو شاي ماتشا أو غيرها. ثانيا، شاي الماتشا بالرغم من انه فعلا يساعد على عملية اكسدة الدهون،
ولكن سعره غالي مقارنة بالشاي العادي. والشاي العادي يحتوي على الكاتيكين ويحتوي أيضا على الكافيين، يعني ممكن أنك تأخذ فوائد شاي الماتشا من الشاي العادي. نو بروبلم. وإن شاء الله أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لو استفدتوا من الفيديو ياريت تشاركوه وتحطوا لايك عشان الفيسبوك أو اليوتيوب يعرضوه لناس أكثر، وحتى نلتقي في فيديوهات تانية ياريت تحطوا منشن للناس اللي مهتمة باستعمال شاي الماتشا. Stay fit and peace out.